السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of senior 2, النهاردة هنحل مع بعض أسئلة multiple choice على درس excretion implant. هنبدأ بالfirst question. Through which of the following process the plant gets rid of excess water؟ هل من خلال الكتابوليزم؟ طبعا لا، الكتابوليزم ده breaking down of compounds. من خلال الجاتيشن، اكيد الجاتيشن هي طريقة من طرق ال excretion of excess water. طبعا احنا عارفين ان الجاتيشن دي اللي بتحصل in early morning during the spring. exudation لا طبعا، لان الاكسوديشن ده اللي هي جت اللي هي الووتر exit when the plant stem is cut near the soil surface. respiration لا طبعا. سؤال direct و very easy. طيب question number 2. which of the following statements doesn't agree with the excretion process in plant؟ مين من الجمل اللي جاية دي لا يتوافق مع عملية الاكسكريشن اللي بتحصل في البلانت؟ critical layer that covers the epidermis doesn't prevent the transpiration. ايوه المعلومة دي صحيحة، لان احنا عارفين ان في حاجة اسمها cuticular transpiration. The rate of excretion isn't associated with the rate of catabolism. هل معدل excretion لا يتوافق او لا يجتمع مع الـ rate of catabolism؟ هم مالهمش دعوة ببعض. The hydasodes are permanently opened all over the year. الهيداسود ايوه طول السنة مفتوحة permanently opened. احنا عارفين الهيداسودز دي اللي هي structures اللي من خلالها بيحصل الجاتيشن، هي بتبقى permanently opened، هي stomatal water stomata متخصصة في الاكسكريشن اوف ووتر، بتبقى permanently opened all the year، لكن عملية الجاتيشن ما بتحصلش الا في السبرينج اونلي. فالمعلومة صحيحة. The leaf stomata are opened and closed during the day. المعلومة برضو دي صحيحة، ان الستامتا بتفتح وتقفل على مدار اليوم. يبقى المعلومة هي ال not او doesn't agree with excretion process، هي انه rate excretion isn't associated with the rate of catabolism، لانه طبعا كل ما زاد الكتابوليزم يبقى احنا هنحتاج ان احنا نزود معدل اكسكريشن نتيجة انه في ويست برودكتس بتخرج من الكتابوليزم. فيبقى هم اكيد اسوشيتد وذ ايتش اذر. طيب الكويشن اللي بعده. study the opposite diagram that represents a TS in a leaf of a dicotyledonous plant then determine. طبعا الدياجرام اللي قدامنا ده قبل ما نبدا نختار، هنا دي ليف ترانسفيرس سكشن في الليف، نمبر 1 ده اللي هو الابيديرمس، نمبر 2 ده الميزوفيل السبونجي لاير اوف ذا ميزوفيل، نمبر 3 ده كده الزايلم تيشو، نمبر 4 ده الفلويم. طيب نشوف كده هو عايزنا نتكلم في ايه. بيقول لي the number which refers to the tissues. النمبر refers to the tissues that contribute to decrease the leaf temperature. مين مين من الاستراكشرز الموجوده في الدياجرام اللي بتساهم في عمليه تقليل التمبريتشر ليف تمبريتشر؟ هل نمبر 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ طبعا هو ليه contribution هنا هي نمبر 2 اللي هي السبونجي لاير. السبونجي لاير ليه السبونجي لاير؟ لان احنا عارفين ان الووتر اللي بتخرج او اللي هم اللي هي حصل لها اسندنج من خلال الزايلم هنا بتروح عند السبونجي، بتروح للميزوفيل من خلال السيل وولز، ومن السيل وولز بتاعت السبونجي لاير بيبدا يحصل لها ديفيوجن هنا للانتراسيلر سبيسز ذن تو ذا اوتسايد على شكل ايه؟ على شكل ووتر فيبر. يبقى الستراكشر نمبر 2. طيب الكويستشن نمبر 2. ذا نمبر ويتش ريفيرز تو ذا تيشوز ذات كونتريبيوت تو رايز ذا ووتر كولم انسايد ذا زايلم فيسلز از. مين من الستراكشرز اللي عندنا هو اللي بيساهم في عملية رفع المية، رفع المية inside the xylem اللي هي البولينج إيفكت. طبعا نفس الكلام برضو، البولينج إيفكت دي جاية منين؟ البولينج إيفكت جاية نتيجة إنه بيحصل ايفابوريشن للووتر من خلال الانترسيلر سبيسز ومن خلال الوولز بتاعت السبونج تيشو.
كل ما هيزيد عملية الإيفابوريشن دي أو الإكزيت أوف ووتر من الاستامتا، كل ما هيزيد الكونسنتريشن هنا بتاع السلسات اللي موجود في منطقة الاسبونجيلير، هيزود السحب من الزايلم، فهيساعد على الرايز اوف ووتر كولومن انسايد ذا زايلم. يبقى برضو نفس الكلام ان الاسبونجيلير اللي هي ستراكشر نمبر 2 هو المسؤول او اللي بيساهم في عملية رفع الووتر كولومن انسايد ذا زايلم فيسل، يبقى الانسر نمبر بي. طيب الكويستشن اللي بعده بيقول لي transpiration water is characterized from the gutation water by all the following except. بتتميز على الووتر اللي هي خارجة من الترانسبيريشن عن الووتر اللي هي ناتجة من الجاتيشن بكل اللي جاي ما عدا حاجة واحدة. It is free of any substance. يعني الووتر اللي طالعة من خلال الترانسبيريشن بتكون بيور. لا طبعا الكلام ده مش صح. ده قصدي يعني مش دي الاكسبشن. الكلام مظبوط طبعا انه الترانسبيريشن ووتر دي بتبقى بيور فورم لان دي ايفابوريتد. ات اكزيتس وذ لارج اماونتس. طبعا الترانسبيريشن بيخرج بكميه كبيره جدا عن كومبيرد بالجاتيشن. ات اكزيتس فروم ذا ستوميتا ان ذا فورم اوف فيبر. المعلومه برضو صحيحه. ذا بلانت دازنت كنترول اتس اكزيت. لا طبعا البلانت بيعمل كنترول ليها من خلال الاوبننج اند كلوجر of the stomata. لازم يكون البلانت بيتحكم فيها من خلال الستوميتا. يبقى هنا هي الديفرنس ما بين او اللي لا يتناسب مع الديفرنس ما بين الترانسبيريشن اند جاتيشن ووتر. طيب نمبر 5 بيقول لي the excess water can be excreted in the herbaceous plants through all the following except. هو مبسوط قوي بحته except دي عشان دايما الناس بتتلخبط فيها. طيب excess water can be excreted من herbaceous plants by stomatal transpiration. طبعا by lenticular transpiration هننتظر قليلا. by cuticular transpiration ايوه. by gutation ايوه. هي lenticular لا، عشان احنا عارفين ان lenticular transpiration ده ما بيحصلش الا في الوودي ستم مش في الherbaceous ستم. يبقى الانسر بتاعتنا هي نمبر بي. طيب question number 6 بيقول لي the following figure illustrates a plant stem before and after several hours. Which of the following environmental conditions can cause the change that is illustrated in front of you. طيب احنا شايفين التشينج اللي حصل ايه، انه حصل يعني شبه ويلتنج او ذبول للستام بتاعتنا. طيب يا ترى ده ايه الكونديشن اللي حصل؟ ده ديكريز ان افيلبل ووتر فور ذا بلانت. هل نقص في كميه الووتر المتاحه للبلانت، ولا ده ديكريز ان لايت انتنسيتي، ولا ده انكريز ان اتموسفيريك هيوميديتي، ولا ده ديكريز ان ووتر اند لايت توجذر. طيب انا هعمل اكسكلوجن لحاجه واضحه زي الشمس، انه طبعا اللي هي نمبر سي دي مش الاجابه خالص. ليه؟ لانه انكريز ان اتموسفيريك هيوميديتي كل ما زادت الرطوبه في الجو كل ما قل عمليه الترانسبيريشن. فطبعا الكلام ده مش مظبوط، لان احنا هنا هو بيكلمني عن حاله من الويلتنج او الذبول للبلانت. فلما يكون فيه هيوميديتي عاليه في الجو يبقى انا هنا كميه الووتر لوس باي ترانسبيريشن هتقل جدا، فمش هيحصل حاله الذبول او الويلتنج اللي احنا شايفينها. طيب احنا الويلتنج اللي احنا شايفينه ده بينتج من ايه يا شباب؟ طبعا نتيجه نقص الميه. والويلتنج يحدث نتيجه نقص الميه مش نتيجه ديكريز ان لايت انتنسيتي. الاجابه بتاعتنا هي دي اللي هي نمبر ايه، ده ديكريز ان افيلبل ووتر فور ذا بلانت. دايما البلانت لما بنطول فتره الديستنس ما بين الايريجيشن او فترات الري بيبدا يحصل له ذبول او ويلتنج. نفس الكلام لو حصل له مثلا لوس كتير لي amount of water by transpiration أو evaporation. طيب الquestion اللي بعده what is the result of planting tomato plant in a soil of high humidity. high humidity في السويل يعني معناها ان في كمية water كتيرة في السويل، فهيبقى في excess من الwater جوه البلانت. طيب يا ترى ده هيتبعه ايه؟ decreasing the rate of gutation. هنقلل the rate of gutation. الكلام ده لأ.
انا عندي اكسس ووتر يعني عايزه اتخلص منها. increasing the rate of transpiration، طالما زادت الهيوميديتي او زادت كميه الووتر يبقى انا هعلي ترانسبيريشن. الكلام ده يعني هنتاكد من ان هو الصح لما نقرا بقيه الاختيارات. increasing the rate of nitrogenous waste ملهاش علاقه خالص الهيوميديتي بالنيتروجينس ويست. decreasing the rate of photosynthesis، لا بالعكس، ليه الفوتوسينثيس تقل؟ ليه لما تزيد الووتر في السويل؟ هي فعلا الاجابه increasing the rate of transpiration، لانه المفروض ان البلانت دايما يكون في بالانس في كميه الووتر اللي موجوده بداخله. فلو حصل ان السويل كانت مليانه بالهيوميديتي او فيها كميه ووتر عاليه، يبقى معنى كده انه لازم يتخلص من الاكسس ووتر دي عن طريق الترانسبيريشن. طيب what is the result of the decreased number of leaves in some desert plants؟ يا ترى لما يقل عدد الليفز هيحصل ايه في الديزرت بلانت؟ هل الريت اوف فوتوسينثيس انكريزز؟ طبعا لا، لانه احنا عارفين ان الليفز دي مسؤوله عن الفوتوسينثيس، فلما يقل عدد الليفز يبقى اكيد الفوتوسينثيس هيقل معاها. The lenticular transpiration decreases، اللنتيكلر ترانسبيريشن ما بيحصلش من خلال الليفز خالص، ده بيحصل من الستم. The stomatal transpiration decreases، الكلام ده هنتأكد من صحته لما نقرأ آخر حاجة. The pulling up of water increases، الكلام ده غلط، لو كان قال لي decreases كنت هقول لأن كل ما المفروض انه عملية البولينج اب او سحب المية من تحت بيكون سحب الووتر في الزايلم كولم دي بيزيد لما بيزيد الترانسبيريشن، فانا عندي كمية الليفز قلت، فبالتالي كمية الليفز قلت يبقى البولينج المفروض بولينج اب اوف ووتر يقل مش يزيد. طيب يبقى الاجابة بتاعتنا هي نمبر سي، ان الاستوماتال ترانسبيريشن يقل، لان احنا عارفين انه الاستوماتال ترانسبيريشن بيحصل من خلال الليفز، فلما الليفز عددها يقل يبقى هيقل الترانسبيريشن. Question 9. All the following factors can cause the increase of transpiration rate in the plant except. كل الحاجات اللي جايه الفاكتورز العوامل اللي جايه دي هتزود الريت اوف ترانسبيريشن ما عدا حاجه واحده. The increase of light intensity، هنسيب دي هقولها لكم في الاخر اللايت انتنسيتي هتاثر ازاي على الترانسبيريشن ريت. opening of stomata، طبعا كل ما زادت ال opening of stomata او فتح الاستوميتا كل ما هيزيد الترانسبيريشن ريت. increase of temperature، اكيد بتزود الترانسبيريشن لانه مع زياده التمبريتشر هيزيد الووتر لوس باي ايفابوريشن. نمبر دي the increase of atmospheric humidity، هي دي الاكسبشن، زياده الهيوميديتي. طبعا الهيوميديتي دي اللي هي الووتر فيبر الموجوده في الاتموسفير. فانا دلوقتي عندي ادي البلانت اهو المفروض ان هو بيعمل ايفابوريشن هنا من خلال ترانسبيريشن. طب انا عندي ووتر فيبر موجوده اوريدي في الانفايرمنت حوالين البلانت، في كميه هيوميديتي عاليه جدا، فلما يكون في هيوميديتي عاليه بره يبقى معنى كده انه الايفابوريشن هنا هيقل. ليه؟ لان هو بيحصل ديفيوجن، الجازز دايما بيحصل لها ديفيوجن، فالديفيوجن بيبقى من الهاير كونسنتريشن لللور كونسنتريشن. فلما يكون انا عندي الهيوميديتي عاليه بره يبقى اكيد الريت اوف ترانسبيريشن هيقل مش هيزيد، يعني الغلطه هنا في كلمه انكريز، كل ما تزيد الرطوبه في الجو كل ما يقل الترانسبيريشن ريت. طيب بالنسبه لنمبر 1 اللي هي او نمبر ايه، ده انكريز اوف لايت انتنسيتي، تاثير اللايت انتنسيتي هيعمل ايه للريت اوف ترانسبيريشن؟ احنا عارفين ان اللايت انتنسيتي دي مرتبطه بايه؟ اللايت انتنسيتي مرتبطه بالفوتوسينثيس بروسيس، بعمليه الفوتوسينثيس، كل ما يزيد اللايت انتنسيتي هيزيد الفوتوسينثيس. طيب الفوتوسينثيس دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان البلانت بياخد كربون دايكسايد ووتر، كان بيبقى فيه 12 مولكيول من الووتر الداخلين، بيطلع لنا منها جلوكوز واكسجين، وبيطلع لنا معاها كمان ووتر تاني، بيطلع لنا 6 مولكيولز من الووتر. فيبقى بالتالي انا هنا المكان ما قضاش بس للاسف، بلس ماشي بلس اكسجين بلس 6 مولكيولز من الووتر. فبالتالي انا كل ما زادت الفوتوسينثيس بروسيس هيطلع لي منها ايه؟ بيطلع لي منها اكسس من الووتر، الاكسس من الووتر دي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها اكزيت او اكسكريشن باي ترانسبيريشن.
يبقى زيادة اللايت انتنسيتي بتزود الريت اوف ريسبيريشن الترانسبيريشن طبعا. ليه؟ عشان اتخلص من الاكسس ووتر اللي بتطلع من الفوتوسينثيسس. طيب ننقل على السؤال اللي بعده. بيقول لي ذا اوبوزيت جراف illustrated the factor x that affects the rate of transpiration. What do you expect this factor to be? الفاكتور x ده اهو بيقول لي كل ما زاد الجراف كده معناه انه كل ما زاد الفاكتور x كل ما قل الترانسبيريشن ريت. بزياده الاكس بيقل الترانسبيريشن. هل الهيوميديتي كل ما بتزيد بيقل الترانسبيريشن ريت؟ ايوه احنا لسه شارحين الكلام ده في السؤال اللي قبله. اللايت انتنسيتي كل ما بتزيد بيحصل ايه للترانسبيريشن ريت؟ المفروض انه يزيد. يبقى الاجابه دي مرفوضه. لاك اوف اكسجين، نقص الاكسجين هيأثر على الترانسبيريشن ريت؟ ملوش تاثير. ذا تمبريتشر كل ما بتزيد الترانسبيريشن ريت بيزيد، يبقى الكلام ده مش هو المقصود. يبقى الهيوميديتي هي الاكسبشن بتاعنا هنا المفروض، او الفاكتور هنا سوري مش الاكسبشن، المفروض ان الهيوميديتي كل ما هتزيد كل ما هيقل الريت اوف ترانسبيريشن، يبقى هو ده الفاكتور المقصود هنا. Question number 11. What is the factor that helps in leaving of carbon dioxide gas from stomata of the plant leaves? ايه الفاكتور اللي هيساعدنا على خروج الكربون دايكسيد جاز من الستوميتا of plant leaves؟ increasing its diffusion rate، ان انا اعلي معدل الانتشار بتاعه او الديفيوجن بتاعه. decreasing the catabolism rate of carbohydrates. is transferring abundantly from the phloem to the mesophyll tissue. increasing the rate of photosynthesis process. طيب انا هاخد اكتر حاجه واضحه جدا هبدا اعمل لها اكسكلوجن عشان اقلل الاختيارات او الحيره في الاختيار. increasing the rate of photosynthesis process طبعا الكلام ده غلط تماما، لانه كل ما يزيد الفوتوسينثيسيس بروسيس البلانت هيستخدم الكربون دايكسيد، مش هيحصل له ليفنج اوتسايد. number c it's transferring abundantly from the phloem to the mesophyll tissue، عمليه انتقاله بكثره من الفلويم للميزوفيل. الكلام ده غلط تماما، لانه الكربون دايكسيد ما بيتنقلش من خلال الفلويم، الكربون دايكسيد بيحصل اكستشينج عن طريق الاستوميتا. decreasing the catabolism rate of carbohydrates، عملية الكاتابوليزم دي هي breaking down of carbohydrates، بيطلع لي منها carbon dioxide. كل ما يزيد الكاتابوليزم rate كل ما هيزيد الكربون دايكسيد. هو هنا بيقول لي decreasing، فالكلام ده مرفوض، لأن المفروض إن أنا يزيد خروج الكربون دايكسيد من الاستوميتا عن طريق إن أنا أزود الكاتابوليزم rate of carbohydrates. طيب increasing its diffusion rate، ازود معدل الانتشار بتاعه، اكيد الكلام ده هو الاجابة الصحيحة. كل ما هنعلي الديفيوجن ريت، لان احنا عارفين ان هو جاز بيحصل له leaving outside او entrance to the inside عن طريق الديفيوجن، يبقى الاجابة هي number A. question 12. If four seedlings are put in four glass tubes, each tube contains 200 cubic centimeter of water. The tubes were left for 2 days at the same environmental conditions as is illustrated in the following figures. Which seedling of them whose leaves are covered by paraffin wax? ومديني كمية الووتر واللي حصلها بعد التو دايز. هنا في الفيرست وان بقى 180 185 190 200 كيوبيك سنتيمتر. الفكرة بتعتمد على ايه؟ انا مغطية الليفز هنا بالبارافين واكس. بارافين واكس يعني هيعمل لير فوق الليفز، يبقى هيقفل الاستوميتا وهيمنع عملية الاستوميتال ترانسبيريشن والكيوتيكولر ترانسبيريشن. فطبعا كده انا قفلت الحاجتين اللي كان ممكن البلانت يحصل بيهم ووتر لوس عن طريق الترانسبيريشن، فيبقى الانسر ان هتفضل كميه الووتر الموجوده زي ما هي. لو كان الستم ديت وودي ستم كنا ممكن نقول انه كميه الووتر هتقل بنسبه 195 مثلا كيوبيك سنتيمتر. ليه؟ لانه هيحصل او مش 195 مثلا، هيقل بكمية ممكن تكون مثلا 3 سنتيمتر نتيجة اللنتيكولر ترانسبيريشن. لكن انا هنا زي ما انتم شايفين السيدلينج دي هيربيشيس بلانت، فطبعا مفيش اي مصدر لخروج الووتر او الاكزيت او الاكسكريشن اوف ووتر الا من خلال حاجتين، ستوميتال ترانسبيريشن
وكيوتيكولار ترانسبيريشن، والاثنين احنا قافلينهم بوجود الايه البارافين. طيب ننقل على السؤال 13. How can the plant face the hot environmental conditions؟ ازاي البلانت يواجه درجة الحرارة المرتفعة؟ It increases the respiration rate. Respiration ملوش دعوة. It decreases the photosynthesis process. هيقلل photosynthesis process، الكلام ده برضو ملوش علاقة. It stops the transpiration process ولا it increases the water absorption؟ هل يوقف عملية الترانسبيريشن بروسس ولا يزود الووتر ابزوربشن؟ الاختيار الصح بتاعنا هو الاختيار دي. ليه يزود الووتر ابزوربشن وما يوقفش الترانسبيريشن؟ ليه ما يحصلش كلوجر للاستوميتا هنا عشان ما يفقدش ميه؟ احنا هنا بنقول هوت انفايرمنتال كونديشن، يعني محتاج ان هو يعمل ايفابوريشن للووتر عشان يقلل التمبريتشر. ده احنا عمليه الترانسبيريشن دي بتساعد على الريجوليشن بتاعه التمبريتشر، فانا ما ينفعش ان انا اقلل او اوقف الترانسبيريشن بروسيس. دي فكره غلط، دي حاجه بتلطف درجه حراره البلانت. يبقى الصح ايه؟ ان هو يزود الووتر ابزوربشن، يمتص ميه اكتر ويعمل ترانسبيريشن عادي علشان الايفابوريشن بتاع الووتر هنا يبدا يلطف حراره البلانت. Question number 14. Which choice in the following table illustrates the change in the transpiration rate؟ اللي هيحصل تغير فيها للترانسبيريشن ريت on decreasing each of the atmospheric temperature and light intensity. احنا هنقلل الاتموسفيريك تمبريتشر واللايت انتنسيتي. يا ترى هيبقى التأثير ايه على الترانسبيريشن ريت؟ احنا عارفين انه التمبريتشر لما تقل الترانسبيريشن ريت يحصل له ايه؟ يزيد ولا يقل؟ احنا لسه مجاوبين الكلام ده فوق، قلنا ان كل ما الحرارة تزيد الترانسبيريشن ريت يزيد علشان يلطف من درجة حرارة البلانت، ولان كمان عملية الايفابوريشن بتزيد باي هاي تمبريتشر. يبقى لما يقل درجة الحرارة يبقى انا هيقل عندي الترانسبيريشن ريت، يبقى الاجابة هتبقى ايه يا بيه؟ طيب اللايت انتنسيتي، اللايت انتنسيتي كل ما تزيد كل ما تقل هيحصل ايه للترانسبيريشن ريت؟ احنا متفقين انه اللايت انتنسيتي لها علاقه بالفوتوسينثيس بروسيس، بيزيد الفوتوسينثيس بروسيس بزياده اللايت انتنسيتي، ولما يزيد الفوتوسينثيس بروسيس يبقى هيزيد الترانسبيريشن عشان اعمل اكسكريشن للاكسس ووتر، والعكس بالعكس. يبقى كل ما هتقل اللايت انتنسيتي هيقل الفوتوسينثيس وهيقل كمان معاها الترانسبيريشن ريت، يبقى الانسب بتاعتنا هتبقى نمبر A. تاني الحتة بتاعت اللايت انتنسيتي هنقولها تاني، كل ما تزيد اللايت انتنسيتي كل ما يزيد اللايت هيزيد الفوتوسينثيس، هيزيد كمية الووتر اللي بتخرج لنا فبيزيد الاكسكريشن بتاعها، يبقى انكريز الترانسبيريشن. عشان كان في حد سألني قال لي ايه عايزين نربط ما بين الفوتوسينثيس والترانسبيريشن ريت. طيب ننقل على السؤال اللي بعده. Which of the following represents a similarity between gutation and transpiration process؟ ايه وجه الشبه ما بين الجاتيشن والترانسبيريشن؟ هل البرودكتس بتاعتهم واحدة؟ لا طبعا البرودكتس بتاعتهم مش متشابهة. الجاتيشن بيطلع لنا water mixed مع other elements او salts، لكن الترانسبيريشن بيطلع لنا بيور ووتر فيبر. تايم اوف اوكيرنس طبعا لا هما مش متشابهين في وقت الحدوث، الجاتيشن بيحصل بس during spring at the early morning، لكن الترانسبيريشن بيحصل in all seasons. في الفانكشن ايوه طبعا هما الاثنين مشتركين في فانكشن واحده اللي هي excretion of excess water. نمبر دي بوزيشن اوف اتس اوكيرنس لا الجاتيشن بيحصل من خلال الهيداسود، اما الترانسبيريشن فبيحصل من خلال الاستوميتا او الكيوتيكل او اللانت سيلز. طيب ننقل على السؤال نمبر 16. Which of the following graphs illustrates the rate of transpiration of a plant along the day؟ يا ترى مين فيهم يمثل معدل الترانسبيريشن على مدار اليوم؟ طيب احنا هنختار مين هنا؟ الترانسبيريشن بيزيد مع زيادة الوقت اثناء النهار، الكلام ده مش صح. الترانسبيريشن هيقل مع زيادة الوقت برضو لا. الترانسبيريشن هيفضل ثابت اكيد لا.
الترانسبيريشن الشباب هي نمبر دي، انه الاول الصبح بدري بيبقى لسه الترانسبيريشن قليل، كل ما زادت درجة الحرارة اثناء الظهيرة او during اللي هي الافترنون تايم هيبدأ يزيد الايفابوريشن ريت نتيجة الهوت تمبريتشر. لما التمبريتشر تبدأ تقل والظلام يبدأ يحل الداركنس هيبدأ يقل الترانسبيريشن ريت. طيب ننقل على السؤال اللي بعده. Which of the following is or are not considered from the excretory products of the plant؟ مش من الاكسكريتري برودكتس بتاعة البلانت، هل اكسجين ولا ووتر ولا كربون دايكسايد ولا امينو اسيدز؟ طيب الاكسجين بيطلع اثناء عملية الفوتوسينثيس بروسس فهو اكسكريتري برودكت طبعا، الووتر دي اكسكريتري مينلي، كربون دايكسايد بيطلع اثناء الريسبيريشن، اما الامينو اسيدز هي دي اللي مش من الاكسكريتري برودكتس، لان احنا عارفين ان الامينو اسيد البلانت بيعمل لها ابزوربشن من او بيكونها، يعني هو بياخد النيتروجين من السويل ويبدا يكون الامينو اسيدز والبروتينز جوه البلانت، لكن هو ما بيعملهاش اكسكريشن، احنا ما عندناش امينو اسيدز از اكسكريتري برودكتس في البلانت. طيب question number 18. The following table illustrates some characteristics of four different plants that grow in the same environmental conditions. عندي four different plants بتنمو في نفس ال environmental conditions. Which one of the plants loses the highest amount of water؟ مين فيهم اللي هيفقد أعلى كمية من ال water؟ بيقول لي plant number 8 هيكون في number of plant leaves 12, average surface area 42، surface area بتاعت الليف يعني مساحة الليف كبيرة 42، average number of stomata كان فيها 248. طيب احنا عايزين نشوف هو اكتر واحد ايه هيفقد highest amount of water. طيب احنا هنا بنعتمد على ايه؟ لازم يكون عندنا اعلى كمية من plant leaves، اعلى كميه من السيرفيس اريا اللي هيحصل من خلالها الترانسبيريشن، واعلى عدد من الاستوميتا. يا ترى الكلام ده متوفر فين؟ بالنسبه للنمبر اوف بلانت ليفز اعلى رقم هو في الدي، هنا عندي 36، لكن مساحه سطح الورقه هنا 45 اما هنا 52. الافرج نمبر اوف ستوميتا هنا 150 لكن هنا اعلى بكتير، يبقى هنا كان في فرق بس في البلانت ليفز ورقه واحده فرق، لكن السيرفيس اريا والنمبر اوف ستوميتا بتاع السي اعلى بكتير، فيبقى سي هي الاختيار بتاعنا اللي هيكون فيها اكتر كميه لوس اوف ووتر باي ترانسبيريشن. طيب question 19 بيقول لي which of the following plants has the highest rate of transpiration؟ مين فيهم هيكون عنده highest rate of transpiration؟ تعال نشوف الإيلوديا. الإيلوديا ده نبات مائي aquatic plant، فطبعا الأكواتيك plant ده مش هيبقى عنده water evaporation، مش هيحصل excretion by transpiration. الإيفابوريشن ده محتاج يبقى فيه dry air، انت حطه في وسط المية. ده انا بقول انه في plants اللي هي soil plants لو فيه هيوميديتي عاليه الترانسبيريشن هيقل، فما بالك لو البلانت ده موجود في الووتر اصلا، يبقى مفيش ترانسبيريشن هنا، الاكسس ووتر مش هتخرج باي ايفابوريشن. طيب كونسرنينج البين ولا سبايني فيج، سبايني فيج ده نبات صحراوي فطبعا الترانسبيريشن ريت فيه هيبقى قليل جدا، بيبقى متغطي بطبقه كبيره من الكيوتين علشان يمنع اللوس اوف ووتر، ودي حاجه من الادابتيشن اللي احنا اخدناها في السنين اللي فاتت. الكاكتس نفس الكلام، ده نبات صحراوي مش هيبقى فيه هاي ستريت اوف ترانسبيريشن، ده بيحاول يحافظ على كل نقطه ميه موجوده عنده علشان في شورتج اوف ووتر ان ديزرت، يبقى هنا هيكون البين هو اعلى واحد في الريت اوف ترانسبيريشن. طيب question number 20 بيقول لي in which of the following process the plant gets rid of water by two different ways؟ في مين من دول البلانت هيجترد من هيتخلص من الميه بطريقتين مختلفتين؟
انهي عمليات بتتخلص من المي؟ الريسبيريشن والترانسبيريشن طبعا. لا الريسبيريشن مش هيخلصني من الووتر. ريسبيريشن اند اكسوديشن برضو لا، هم دول مش دول الطرق اللي البلانت بيتخلص بيها من الووتر. جاتيشن اند اكسوديشن لا، ترانسبيريشن اند جاتيشن، وده دايركت كويستشن لان احنا عارفين ان الاكسكريشن اوف اكسس ووتر بيكون من خلال ترانسبيريشن اند جاتيشن. question number 21 which of the following figures represent the diffusion of most oxygen gas during night in a plant leaf؟ مين في البلانتس اللي جاية ديت هيكون فيها الديفيوجن of most oxygen gas، هيحصل فيها diffusion او خروج او انتشار most oxygen gas during night. during night يعني انا عايزة الديفيوجن يبقى ايه، in ولا out؟ during night يعني انا بعمل respiration، يبقى الاكسجين المفروض يدخل جوه البلانت. يبقى هتبقى اني واحده فيهم، هنقول ان هي هل في نمبر ايه، بيورينا انه الخروج هنا كده هيعدي من الطريق ده. طبعا لا، هو الديفيوجن ما بيحصلش من خلال منطقه اللي هي الباليسيد والابيديرمس الابر ابيديرمس، او احنا بندور على منطقه الاستامتا. طيب نمبر بي، ادي هنا الاستامتا اهي، وبيقول لي ان الاكسجين هيدخل من الطريق ده، طبعا الكلام ده صح. هنا بيكلمني في الديفيوجن من الاسبونجي للباليسيد لير، ما مش هي اعلى حاجه ومش هتحصل عن طريق الديفيوجن بريت عالي زي في حاله نمبر بي. نمبر دي هنا بيقول لي انه من الباليسيد للاسبونجي، وده اتجاه غلط. طبعا هي الإجابة بتاعتنا هي نمبر بي. ليه؟ لأن البلانت هنا بيتنفس، فبيكون الدايركشن بتاع الأكسجين هنا ديفيوجن من الأوتسايد أتموسفير تو ذا إنسايد أوف ذا ليف، وده بيتم من خلال الاستامتا. طيب ننقل على الكويستشن نمبر 22. بيقول لي the leaves of saguaro cactus are characterized by being reduced that helps in. احنا اتفقنا ان الكاكتس ده اللي هو نبات الصبار، ده نبات صحراوي، فطبعا الليفز بتاعته بتكون reduced، السايز بتاعها بيكون صغير. ده هيساعد على ايه؟ على reducing للwater loss، طبعا من غير ما اكمل بس هنسيبها لحد ما نقرأ بقية الاختيارات. increasing the respiration process لا خالص. increasing the photosense process برضو لا. انا الفوتوسنس process بتحتاج لليفز السايز بتاعها او السيرفيس اريا بتاعها كبير، reduction للسايز هنا مش هيزود الفوتوسنسس. reducing water absorption برضو لا، هي الاجابة هتكون number A. reduction هنا عشان يقلل الووتر loss لان ده نبات صحراوي. طيب لحد هنا هنقسم الquestions لتو parts. Thank you for your attention and goodbye.